ما حكم إقامة المسلم في بلد المسلم بدون إقامة؟ سنة. نعم، يقيم بدون إقامة، والناس قد ارتسم في أذهانهم أنه لا بد من إقامة، فبلد المسلمين واحدة، والمسلمون نعم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فماذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة، وأنه لا فرق بين عربي وأجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. أما هذه الأمور التنظيمية ليس لها ثمرة. ما لها ثمرة؟ قالوا: من أجل الحرام. الحرام ماذا؟ ممكن يكون ذا لحية وبعد أن يسرق يحلق لحيته، وممكن إذا سرق مالا يذهب إلى التجميل يكون وجهه رقيقا ثم يصير وجهه هكذا وإلى آخره، يعني فالأمر. وهكذا أيضا مسألة الجواز، فربما تأخذ صورة مكان صورة، والصور أيضا تتشابه. فقد أخبرني شخص أن حرامي رحل من أرض وهو كان من العاملين في المطار، قال: فجاء ذلكم الشخص بذلكم الاسم، قلنا له: أنت فلان؟ قال: أنا ما أنا فلان، ونبقى معاك حتى تعبنا. ونحن قال ما جزمنا أنه هو. في النهاية قلنا: يا أخانا بس حيلة، قال وسياسة، يا أخانا قد عرفناك، لا تتعبنا ولا شيء، نحن قد عرفناك أنك فلان. وبعدها اعترف بعد زمن. فهي يعني مسألة البصمة، وربما الوصاف بالشكل يستطيع أن يصفها أحسن من هذه الصور، والله المستعان. نعم، وقول من قال إنه يجب أن يتخذ إقامة إذا فرضت الدولة إقامة، لا، لماذا؟ لأن فيها صورا، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولأن الذي وزع بلاد المسلمين هو أعداء الإسلام، وأيضا هذه الحكومة